أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد النجاري أبو أيوب صحابي قال لي رادو الأنصاري مغعيس خالد بن زيد النجاري بالأورنجري ننكا سيردي سبان وهل كان كقلينا يدفن تحت أسوار القسطنطينية ننكا وحال ودو ميتكي سي تحت أسوار القسطنطينية ماشا قسطنطينية اللي إذا سور كذي دربي كذي هستي سايا الواصل أي جهاد كيو صعلا أيو هالكا كرد انتي هالكا أبو نيرا هالي واسو ميت كيغ انتي لقاضو. هذا الصحابي الجليل هذا ميت كان صحابي صحابي الجليل وين يدعى لغم رعب يسمى خالد بن زيد ابن كليب من بني النجار بو كم ذها ري بني النجار بو كم ذها وريان صار. أما كنيته كنيذي سفى أبو أيوب باليرا وأما نسبته نسبتي سنف إلى الأنصار من أنصاري هوها. ومن منا يا نغمد أبو رشاق ومن واكم منا نغمد معشر المسلمين أدان هاي مسلمين تي ننك نغمد واكم الله يعرف أن قرنين أبا أيوب الأنصاري أبا أيوب ننك أنا قونين واكم. فقد رفع الله إلهي باكوريا لي في الخافقين مشرق يمغرب ذكره ذكر جيسي با إلهي كوريا لي مغعيسي وعلا في الأنام مخلوق دحدي سنة إلهي وحو كوريا لي وقدره شرفتي سوى نين آدي يعني مشهور وهو مغعيس اللو يقانو وهي مشرق يمغرب اللو يقانو مخلوق دحدي سنة آد اللو يقانو ومغع اللوي تاريخ بولانكاس حين وقته اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين وقت با إلهي دورتي ننكاس ومقعي سنة إلهي كريا لي اختار بيته قرقي سأكد دورتي من بيوت من دون بيوت المسلمين مسلمين تقريه دي كسو كواي جميعا حالهين قريه مسلمين تردن با إلهي قريه سكدورتي لينزل فيه النبي الكريم نبي وناكسنا إنو دق صلى الله عليه وسلم لما حل في المدينة نبي مركو مدينة دق مهاجرا حالويه وحسبه أبو أيوب وحا وكفلا بذلك دق دا نبي قريه سأو دق بابا فخرا فان وقفزه موال وحك لبها دان لشيقين انت اصاب وغفلا فخري ايو معنى مع وغفلا بويل ولنزول الرسول رسولك دقي ديس صلوات الله وسلامه عليه في بيت ابي ايوب او دقي قصة قصة كسغنا تيبور كسو ارورتي قصة داسو يحلو تردادها العلم تيدو اي ادو معانتها وليلذ تكرارها اي تكرار كيدون ام معاني هايو قصة ان لقدر كرين ومركز تهدي لوع العليسي معانا نيسون باكسو ناتي دقيد ودقي النبي صلى الله عليه وسلم برقي ساب ايوب ذلك قصد عصونا وحيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حين وقته بلغ المدينة مدينة اوقاري ومركو هجروذي تلقت وحالك لنتي أفئدة أهلها مدينة اهل كيدي اهل كقلوبتي سيبع لك لنتي النبي يا كهر تمت بأكرم ما يتلقى به وافد من وفد أهو يماذا وحلق قابل أما الله له ارتقى وحي أكرام بدنا إلا قابله ونبي عليه الصلاة والسلام رئي مدينة وتطلعت إليه نبي وحا إيجي سيوفيرين سي عيونهم إن دهوضا إن دهوضا أيا النبي عليه الصلاة والسلام سيدا أو إيجي سيقف لارك نبي أيوه وحن قلتاك يوفيرين أيا تبثه حال أي يعني فردنا يسوء شوق الحبيب إلى حبيبه إشاس أيذا يعني معنى في رضا في رضا كسو بحي سنة وحوة وحبيب جعل كيسا إلى حبيبه وجعل يهيو تدع أحباء أحبابه نبي هذا جعلا يا أنصارة الرسول كايا مدينة دقنا نبي محمد باسود دقا يا مركي اللي يري وصوق اللي يسوه جروذي أي مركا يعني مالن كاسي وحي أقاذين حبيب كوذي إنو سوق اللي مركاسي آديات فرحات ماشي قدام بيسي بيقارين قائلة ديو وفتحوا له قلوبهم نبقى وحي أفرين قلوب طوذي
ليحل إنه دقوا منها قلوبتا حقه إذا في السوداء قلبك تحديث إنه النبي دقوا في السوداء يعني وقلبك تحديث يعني إنه النبي محبدي سوء أي قلبك تحديث قشو أي قلوبتا وذي ورنم فرامو وأسرعوا فتحوا وحيفرين له النبي أبواب بيوتهم قريه هذا البابه سيورن بي بلقين لينزل إنه دقى فيها قريه فيه هذا أعز منزل قريه أوفي عنا سوو دارته خيم مدينة هذا قريه هذا بي بلقين مالك نوال بقريه سي مفرعه دياري محونا دون يعني الله أركين النبي قريه سفره قريه سي أدقى وكدقى لكن الرسول رسولك صلوات الله وسلامه عليه قضاء في قبائل مقالة قبل لي لهذا وحو كل ما يستي من لواحي المدينة أياما أربعة أفر بريب وقبج وغينا قبا يعني وامال مدينة أدو والله ما يلعمل أجرته وان كفوا مماركاس ونبي وكود دقي مركاس وأفر بريهالك يعني كنا قادي وجوغي أيامها سو بناء ودسي وخلالها دحل المسجد هو قبا مسجد كيدي الذي مساجد كاسو هو أصغبه أول مسجد المسجد كي أبوه الرئي أصيص على أساسي على التقوى تقوى هو أساسي وي. لمسجد نصيص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا بإلهي ومسجد قبا أي نبي هكا كو أساس ثم خرج النبي وابحي منها من قبا أيو كبحي قريدي قباه راكبا حالو يهي متسار الناقة وهشيسي فوقف ويستاغي سالاته يثربا مدينة وضياشة دي منح دي ورنبا استاغي في طريقها هشا ودد دا اي استاغي هل كاسا لو استاغي نبغا كل اركان يريد وحدون يا ساداتك يثربا وضياشة مدينة دي رقو دا عقرضا متكستو كمنا وحدون يا ان يدفر انو كقول استكل بانو بشرف النزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نلا أركب إنه نبي قريه سكده وشرفته مانته وقاته إيا فضلك أبو نلا أركب دونه يا رجالي وكانوا وحياها يعترضون الناقة هشي هر استاغيين سيدا إثر سيد مد مركو كسو بحاوة مد كرا هشي كسو دعايا وضد أي إساء تاغيين مد لأركب هشي هر استاغيين وحربا إني قريه سكول لحد ويقولون وحيليهين أقيم عندنا أكثر نددك يا رسول الله في العدد والعدد حال أتكسو أنت هاي والمنع لله أركب وحولي هاي أكثر نددك كسو دو وقرق أنك دك هذا عدد يعدف كسو أنه يعني واحد كبغ ذا وسجلين أو قرب هاي استوي قرب هاي استوي عدد دت فربضا وطلع ديرا كسو دو عدنا كسو دو هب يعني هنتي كسو دو والمنعة الدفاع كسر دو يعني الله أركب ولا يا مركو النبي يعني هالشيء صار يستعمل حيا النبي غريب وها مكو غريب وها يو من أقرب شيء يكون دمن مركي الله دمي با إلهي هجرة وإدمي هل كاسو كسر بحيس وما مركو كسر دو بالي ردتك قرب تاجن يعني من عائية ودفاع بكل قرب تاجن فيقول اللهم النبي وحول يا يدعوها هش الداعية فإنها مأمورة حق إلهي والله أمره فرتك قال سك الداعية هرت هذا كورج لا الله ماشي إلهي وطلق قلبي فريسني ساي داعية وتظل ناقة هش وحيهان ستملي متسعتي إلى قايتها سعت كذي بولت تتبعها حال الراعي فهش العيون إنه براعي وسلا صلوا في رنيا لا الله ماشي أسعت أم بيسالو إيجيا وتحف بها القلوب وقلوبتنا يعني ويكوبيسا وهش أموج مالك لقلبك دتك عنده هذه قلبك وذي مالك لما جرتوه هش أم بالله فيرنا يا ماش أي دكت أي فريستوه فإذا جازت مركي جذبت منزلا منزل مركي جذبت بحزن أهل وأهل كيس ويمرجيان وأصابه وح أصيبة يا علي يا أسو ويقرصنا يدي وحي أي رجينا يا نوائل النبي جرب وكدجو أيك قوسنا قال الله أرك مركون جرجان أي مركي جذبت ساحدي سياشو جذبته قال لي جرجان الله هيد آد بيأمر جيان وأنا لا في رسولك أنا جرجان يكون دقيق وحين كقو سنة يان ويكرر جوا يان إنه نبي كسر نقد جرجان سجى وأنا جذبي لي جرجان لهم بدقيقهم بينما وقت يسرق الأمل أملك ويفا في نفوس من يليهم
dadkii la xidhiiday wey oo yani hashu wadadii bay ku soo socotay oo qolada wali ay soo gaarinay diili iyo amal bay qabaan kuwii la soo dhaafayna de waa samrayaan oo xoogaa rajadoodii waa gaabatay waana la gudbay bay leeyihin wama zaalat naaqatu hashi kamayna zuulin calaa xaaliha haadihi xaaladda un inay ku sugan tahay wannaasu walxaal annaasu dadkiina yamduuna ay soconayaan oo fii ithrihaa raadkeeday daba socdaan wahum ayagu yatalahafuuna shawqan limacrifati saciidi lmaxduud aya waxay aada u fiirinayaan ay ku hadlayaan shawqan bay u cishqisan yihiin limacrifati saciid ninka liibaanay almaxduudi oo la dheefiyey ninkaa garashadiisa ninkay gurigiisa fadhiisan doontaa oo noqon doona ninka saciidka oo la dheefiyey aya taasay macnii yacni talahuf iyo shooq bay u qabaanoo hashaa la daba socdaa bal ninka ku guulaysan doonaa la sugi laayay xataa balaqad ilaa ay gaartay hashii saaxatan bannaan khalaa'an oo waasaca amaama beyti abi ayuuba abi ayuub gurigiisa hortiisa aaday al ansaariya wa barakat fiiha halkaasay fadhiistay laakin arasuul calayhi salaatu wasalaam lam yanzil canha kama degin nabigu hashi markay fadhiisatay abuu ayuub alansaari hortiisa yacni meel gurigiisa ku hortiisa ee bannaankiisia markay fadhiisatay ma uusan ka degin nabigu famaa labisad maysan nagaanin an wasabad inay booday oo wandalaqa tagtay tamshii xaalay soconays warasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna murkhin lahaa zimaamaha hogaanka ayuu u raaricinayaa hogaanka ayuu u raaricinayaa yacni khiyaar baa loo leeyahay haddii hogaanka lagu soo jiida neefka wuxuu noqonayaa meesha aad u arabtay inaad u leexiso laakiin haddaa hogaanka usii dayso khiyaar baad siisay hogaanka u raaricinayaa nabi uma maa labitad mayna nagaanin an caadad inay noqotay adraajaha ciribteedii bay ku laabatay meesha ay ka timid ay socodkeedii bay laabtay wey wa barakad way fadhiisatay fii manziliha alawal meeshii ay ka soo kacday unbay ku laabatay oo ah finaa'a beyti abi ayuub abi ayuub gurigiisa banaankiisii bay fadhiisatay cinda daalika bay qamarat alfarxatu farxaddii waxay buuxisay fu'aada abi ayuuba alansaari abuu ayuub alansaari qalbigiisa ayay farxaddii buuxisay wey wa baadara wuu degdegay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayuu u degdegay yuraxibu bihi xaal uu nabiga soo dhaweynayo tarxiibinayo aya marxaban ahlan wa sahlan buu leeyahay waa wixi uu jeclaayo dee qof la arkaba rajaynayaba asaga ilaahay siiyey soo maa wa xamala mataacahu nabiga mata alaabtiisii buu u qaaday bayna yadayhi hortiisa wa kaanamaa yaxmilu waaba asagoo xumbaarsan kunuusa dunya adduunya kanzigeedii oo dhan ku lahaa dhammaanteed markuu alaabtii nabiga qaaday ee gurigiisa uu la aaday waxaad moodaa wax alla wixii adduunya dheefteedii ku jirtay oo dhan ina abu ayuub gacanta laga saaray xaqana wuuba helay taas wa madaa bihi ilaa beytii gurigiisii buu la aaday kaana manzilu abu ayuuba wuxuu ahaa yata'allaf mid iska saaran oo min dabaqatin dabaqo fawqahaa culiya guri wuxuu ahaa hoos yacni dabaq guri hoose iyo wuxuu ahaa yacni meel culiye ah yacni waa foog kore dabaq kore ayuu gurigu labadaas qaybood buu ka samaysnaa culiyada waxaa la yidhahdaa qowladda yacni guriga markii sidaa loo dhiso oo hal biyaano laga dhigo in hal yacni hal qol a keliya kor laga dhiso wey qowlad keliya in korka laga saaro fa akhla alculiyata min mataacihi wa mataaci ahlihi abu ayuub akhlaa wuxuu baneeyey alculiyata qowladii kore ayuu min mataacihi alaabtiisii ka saaray wa mataaci ahli ehelkiisii alaabtoodii buu ka saaray liyanzila fiiha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu inuu dego oo gurigu laba qaybood buu ahay wuxuu markiiba u diyaariyay nabiga qaybta kore inuu fuulo maxaa yeelay oo yacni naftiisaan dhiib ku noqonaynin inuu nabiga hoos dejiyo wey laakina nabiya calayhi salaatu wasalaam aasara wuxuu doortay calayhaa culiyadii waa qowladii kore wuxuu ka doortay adhabaqata suflaa tii hoosa ayuu doortay nabi tan hoosaan degaynaa ee iska dhaaf buu yii middaa kore ma degayn famtasala wuu fartoomay abuu ayuuba liamrihi nabiga amarkiisii wa anzalahu wuu dejiyey xayu axaba meeshuu jeclaa buu u daayay dee nabigu maraa haduu yidhi intaan degi
إنه يعني كهري ما هذا هذا الكسر عليه ديدا يا وهو قال هذا ماشي ودوني بدجي. ولما أقبل الليل هذين كي مركو سوقا بلي هذين كي لقاري وهو الرسول رسولك أدم صلوات الله وسلامه عليه إلى فراشي قوشيسي قول قري غوصا أيو دقي ولوقق لي نبي هالكا أوصح ذي سعيد أبو أيوب أبو أيوب وكري هي وزوج حاسكي سيل العلية يعني قرفة كرة أي فولان أقول الدكرين. وما إن أغلقا عليهما أبابها وما إن أغلقا ميسحر عليهما دشود بابها حتى التفت أبو أيوب إلى أم العسد إلى زوجتي حاسكي قولي مركي قلان يا الباب كي سحرتين أيو حاسكي سي بالعسد وقتا أفيريو وقال وحكيري ويحكي ماذا صنعنا ويحكي نا دبال لماذا ذا ماذا صنعنا محان سمين أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل رسولك إلهي مياه وصهانا ونحن أعلى منه أنقنا ما ذكر رينينا ما أنقنا نبي كركي سان سارنانينا نبي قنا ما نقوه سينيا أن نمشي ميان صعونينا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسولك إلهي بان ككر صعونينا ككر أذيقنينا أن نصير ميان أهانينا بين النبي إيو الوحي من نبي إيو وحي كان كلا تحدقينا وأيو كربو كيما داي وحي إيو النبي ميان كلا تحدقينا إذن إنا أنقو إذن لهالكون وابها لكسنة ونور رمثيو وسقضى في أيدي الزوجين وسقضى ندام إيو قرباء أيال لبره في أيدي الزوجين وهما أيو لا يدرياني أي سقرني لما يفعلاني وحي سميا الله وحي سميان ما قرنيان هبين كيف قالي نبي واصح ذي وبشي سيبو قالي يعني كربضا نوى أسوه يتي مارك وحي سميان ملي ولم تسكن نفساهما نفتو ذي محس ليسو بعل السكون إلا حين وقته مؤغي إن حازا إلى جانب العلية وحي سميان مارك قرنوائيان يعني قرفضي أما يعني قولت ذي كره dini imeeshi nabiga ku aadanayay u jiifay u jiifay mooyana dini kale geeska hayd bay surriixay ay illa hina waqtigi mooyana in haza yani ay durkeen oo ku aruureen ila janibil uliyati yani garafadi iyo qowladi kora janib dini caadi weey alladi la yaqahu aan dacayni fowqa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam dina aan ku qumanay nabiga korkiisa ayay isu leexiyeen way والتزماه ما شاء سيكون الجهل لا يبرحان حالين كالزولين إلا ماشيين حاله يكوسعون على الأطراف متباعدين عن الوسط يقول لنا جيس كاس وما يكوسع سعون يان وتدريب ترتيب أو سعون يان أيوة مركز سنقرت إيا عليك واحدا إسك إلى لنا يقول لنا يعني طب قذا قردنا على جيس كاس وما يكوسع يان متباعدين عن الوسط ما شاء بحد إيه ما يكون أدنى وإسك إلى لنا يان ويكفغاني فلما أصبح أبو أيوب مركو وابريسي قال للنبي النبي وحوير عليه الصلاة والسلام والله بان كردارتي ما أغمض لنا جفن إلمان الله بن حلي من هذه في هذه الليلة حلي إنها إسمان دقين لا أنا أنيدي ولا أم أيوب أم أيوب وحاسكي سوي فقال عليه الصلاة والسلام نبي وحوير ومما ذاك ومحيطا يمحوية وحيد كمن عيا يا أبا أيوب محاور جريدين ديري قال وحي الى ابو ايوب ذكرت وان حصوصي اني انو على ظهر بيت غري كركي ان سارنا انت تحت وادو ادوستي تهيوي غري اديق ادوستي ستا ان كركي سكو سغناي بان حصوصي واني انو اذا تحركت مركان دقدقاقو تناثر عليك الغبار بور انو كوغو سو دادانيو وفاذاك ان كدبيو يعني بوركاس او كدبيو كاسان حصوصي بول ثم اني انو قدوت وحان هذا أي قدوت وحان هذا بينك وبين الوحي حدنا أذى أي وحي إن كر يعني كر دحق عليه ودحذين أن كجرو كاسان حصوصي فقال له الرسول عليه السلام نبي وحويري هون عليك هون فضودي عليك دش على يا أبا أيوب أبا أيوب وكربنا يا دبات دش على كفضودي إنه أرفق بنا أن وحان نوفضت أن نكون إن نقول في السفلي قريه هوسه دبقه هوسه إن دجنانه كأسا نوفدود ونودبير
ولكثرة من يغشانا من الناس ذاتك نو إيمانا يا فربنا ذاتك نو إيمانا يو دي والرسول كي لها يوهبين إيا مالين بدي والكور توريه ذاتك باهو إيمانا يه مركا ذاتك نو إيمانا يبدنانتي سسبب تيدانك وحان نور دي بير هذيك نكون رون إنان قريقا هو صدق جنانو ساسا نور رون إيا نفتا لأردم لي واحد باتا مجراني. قال أبو أيوب وحجر فامتثلت وانفرتومي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كأمر كيسبان قاتل إلى أن كانت إلى إكاهة الليلة الهبين باردة هبين قبوبة هدنا لقاري فانكسر يعني هبين قبو أيها لقاري انتو نبيكم ياشد دقنا فانكسرت وحا جبت مركا لنا أنك جرة أسون وينو أنك نوسقنا فانكسرت وحا جبت جرة أسون وينو لنا نوسقنا وأريق ماءها بيه يدين وان لدادية في العلية أسون وينو بيه كجرين وعلك نوسار نابا اسكجوه بيه با مرك بتاعي وقول الله داكرة كورك هذا دبا جبه يكون بتاعي بيه يعني. فقمت وانكعي إلى الماء بيه با نكعي أنا أنيق إيه وأم أيوبا وليس لدينا أكتر من ماها أن إلا قديفة قديفة مويانة قو مويانة كنا أنا هنا تقيدها كوكيش اللحافا هل قديفة وقو أدقو أنه هو جرني بس واللحافة أنه اسكد ذي جرنو أنه قل جرني بس أهان وحدر أنا كهينا وجعلنا وحان قدقلنا ننصف إنا أنججنا إنا بها قديفة الماء بيها قوئي هالكي قديفة إذا أنا هيساني قوئي أنه هو انجرني أي أنه بيه كشم نوكو أنججنا إنا خوفنا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبسي أنك بغي نبيها إنا نبيك قاران. فلما كان صباح الصبح مكي لقار غدوت وان صجر ماذي وصوك الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقلت وحاني لبأبي أنت وأمي أباه يهو يدي الله كفرته رسولك إلهي إني أنه أكره وحان آل أدب سمي أون مرد رالك نغرين أنا أكون إنا نغض فوقك كركات إنا أنك أكر ريو كركات أنت جناز سبا رالك من نغني نفتي ذرالك ما وأن تكون إنا نغط عدونا أسفل مني مال إقاها سيسين أتكو سونات. ثم قصصت هذا وحان نبي أشيك عليه دشي إذا خبر الجرة قصدي حالي إن قبصتي وأنا دنا ورميه أشون كبيه نوجر إن إنه حالي جباي وبيه داتين وهالكي قد يفضي إنه أنه هو إني أنه كأن قد إنه حالي قبوا قادوا قد وحن هو إنه يسجل ثالث النبي هو نشجع عليه السلام فاستجاب لي النبي مركزه يقبله تمركو قادي لبدن صحابي إنه كربي سيهينه هبين الأركوات دباتي يكربون يكون جيران ومر مرنا ونفتو ذي أين حسلين أيوه مركا النبي كأقبل وحي دون ينو وسعيد إلى العلية ماشي كرون النبي كفوله ونزلت واندقي أنا عنيقا أيوه أم أيوه إلى السفل يعني ماشي وسان دقني إلى السفل باندقي كوري وسان دقني. أقام النبي نبي واندقي هذا عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب أبي أيوب قريق سأيوه كنا قادي نحوا من سبعة أشهر فالضبط بلاط وحكوده وهكا دقنا يعني قريبا من سبعة أشهر حتى تم إلى أطامي إلى نبي بناءه دسكي سي بناء مسجده دي مساجد كدسمه سي إلى أطامي إلى في الأرض الخلاء يعني بنان كيدي لا نبي كدس مساجد نقول إسك يعني دوره يعني قبور قبور يعني قال هذا إيه مال يعني الرور أقونا مال إليه يعني دول أيه نقول إسك خالي هو أن مركز للدقان إنما مال دحل مقالة دحل لا أيها مسجد كاللقاء أساسي إلى النبي مساجد الكتاب يلوي حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة أشو أي فريستي يشي بنان كيدي أشو أي فريستي إلى مساجد كردسي فانتقل إلى الحجرات ومركى النبي أقوري فانتقل النبي أقوري إلى الحجرات قول ذهب النبي أقوري إيا قللك التي قللك أسو أقيمت لديسي حول المسجد مساجد كدنعيه سلقت ديسي له النبي إيا ولأزواجها وينك سلقت فايد كمرك الله ديسي دنعيه سنقريا لقد ديسي إيا قللبا لقد ديسي نبي إيا وينك سلقت لو أطلق لأمهات المؤمنين كإني دقان فقدا النبي وحون نقضي هدنا جارا لأبي أيوبا أبي أيوب وهدنا درس النقضي دي قريا مساجد كي قريا وابي سلساريه هدنا مركو انت النبي ولد جنابه هدنا درس النقضي أكرم بهما محاكا وناسن بولي من متجاورين لبا يعني درستي آية لبا درستي وكوناك بلن ميال عركي ياو آية
أحب أبو أيوب وجعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملك عينيه أي ملك عليه قلبه ولبه دي. أحب أبو أيوب وجعل هذا رسول الله رسول الله وجعل هذا صلوات الله وسلامه عليه حبا جعل ملك وهنتيو عليه دشيسا قلبه قلب أبي أيوب ولبه قلبه سئي قالب في سبو أقوانت يعني. وأحب الرسول الكريم رسولك كريم كها صلى الله عليه وسلم وجعل على أبا أيوب أبا أيوبنا يعيوج على ذي النبي حبا حبه أزال الكلفة كلفذي يعني ذولي فيما بينه وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام أبو أيوب وجعل على ذي حبي أو يعني كلفذي تحد ولا هيد دماتي لو أنا قف مركي آدي سجع على ذان قفك نفتي سيوك لو قفك كسو قاضي حتى وحو ليس اي وحك ربابك ومنه قنياتا وحك سادو يا قفك وقال اجعلي هاي يعني عليسك ومنه قنيا قفك ربادي اي وحو البواء وجعله ايه وجعله كي يلي او ينظر الى بيت ابي ايوب كأنه بيت جعل او كي يلي نبقى كي يلي ينظر انو افيرين الى بيت ابي ايوب قرق أبي أيوب أي كأنه بيت سيدي قرق سوكلي قرق أبو أيوب نبي وحسابنا قريه سوكلي. حدث ابن عباس عبد الله بن عباس باشيكي قال وحيري خرج أبو بكر باصوبحي رضي الله عنه بالهاجرة نصف النهار ما لوينت وقتك بقولها اللي هرقل جال إلى هاجرة هايو صوبحي إلى المسجد مساجد كو صوبحي فرآه عمر عمر بارك رضي الله عنه عمر واسقنا وقت قصوب حي بقولها أيا أرك وفقال وحير يا أبا بكر أبا بكر ما أخرجك هذه ساعة سعدا ما حق صار يقول لك صار وقت قام بقولها اللي هرجلي حق يقول لك صار قال وحير أبو بكر ما أخرجني إبا صار إلا ما أجد وحن هلا يمو يعني ومن شدة الجوع قاعد درنام تداو قاعد جان اللي هرجلي وهاي مركز تقصوب حي يقول فقال عمر عمر وحيري وأنا أنو والله بان كل دارتي ما أخرجني غير ذلك أنا جانا قاعد وحنا هنا يسوع صار يمجد قاعد جن له رجل ويقول لي مكاسب سك صباح فبينما وقتهما لبذوا كذلك يكسوينين باي مثالي تبنان كذي إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قام كصباح فقال وحيري ما أخرجكما محيط صبحي هذه ساعة ساعدا ساعد لصبحي جرمه ووقت اللي هرجله ولا قيل وشره حين صار قال وحيد هذه والله بان قدارني ما اخرجنا انا مصوبحين الا ما مو يعني نجد ان هلينا في بيوت في بطوننا على شان ذو مشدد الجوع قاجو درتت بان لسو بان رسول قال لير قلوي قال عليه الصلاه والسلام نبي وحي وانا انا هو الذي معبود بان قدارت نفسي نفسي بيدي اي كسو انت ما اخرجني مصو صار غير ذلك انا انا وحان قاجا هينو يسو صار وجي وحان ساعدا لسو بحي وا قاجو ان غرغا لير قلوي آية. قوما كع أيون ينادوا معي إن كانوا فانطلقوا ويتجين فأتوا بابا آية فأتوا وحي ماذن بابا أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري برج يسيب يتجين الباب كيزي رضي الله عنه إنه بريا يعني رأى أنصاره وكجع على نبيه وبرج يسوا كلا عمل وها برج وبرج يسي كسب بحية وكان أبو أيوب وحوها يدخر مد أكيدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مالك الأركاب دعاما بؤدي جدي مالك استو دعام قاره يعني عنتد برجي سلقة كري قيب والنبي قدي يا رنجري أو يعني وسلت تلقى لي يا النبي إيمان يوم يعني وصو زوزي يا رنجي فإذا أبدا عنه مركو النبي إيمان وايا مركو كدها أو ولم يأتي إليه هو إيمان وايا في حينه أدعمه الأهل مركا سودت كسينجري راجنك فلما بلغوا الباب الباب كي مركي جارين خرجت إليه محاوصة بحدي أم أيوب أبو أيوب زوجتي سحاس كي سيبا صوب بحدي أم أيوب لو ننجري وقالت وحيتني مرحبا بالنبي الله وبمن معه مرحبا سودوين بأسقناتي بالنبي الله نبي إلهي وبمن معه ذاتك الأجر فقال لها النبي النبي وحوئي رقمدي عليه الصلاة والسلام أين أبو أيوب أبو أيوب آوي حق يجرى فسمع أبو أيوب بامغلي صوت النبي صلى الله عليه وسلم نبي صوت كيسي ومغلي هذا الكيسي وكان وحوها يعمل
mid ka shaqaynaya fii naklin timir buu ka shaqaynaya qariibin lahu u dhow guriga u dhow fa aqbala wuu soo qaabilay yusricu xaaluu degdegayo walxaal huwa asagoo yaquulu uu leeyahay marxaban birasuulillaahi wa biman macah marxaban soo dhoweyn wanaagsan baa usugnaatay birasuulillaahi iyo wabiman macahu dadka la jiro uma atbaca wuxuu raaciyey qaa'ilan xaalu yahay yaa nabiy allaahi qaa'ilan xaal uu leeyahay yaa nabiy allaahi nabiga ilaahayo laysa haadaa ma uusan ahaanin bilwaqti aladii kunta taji'u fiih waqtigaan aada socoto waqtigii aada imaan jirtay maaha buu rasuulka ilahi aan kusugu jiray yacni waqti kasta ugu diyaarin jiray dacaamka ugu talageli jiray waqtigii aada imaan jirtay maaha waqtigan waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waqtiyaha baqoolada oo la hergelaya magtaasoo kale caado uma ahayn inuu guryaha aada oo dadka u taga waay faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay waqtigan maaha waqtigaan imaan jiray laakiin maanta yacni way dhacday uun inaan imaano wey ya uma indalaqa abu ayuub waa tegay ilaa nakiilihi beertiisi buu aadnaa timirtiisi buu aaday faqadaca minhu wuxuu ka soo gooyey cidqan laan buu ka soo gooyey laan idil oo timira ayuu soo gooyey fiihi uu ku sugan yahay tamrun timir iyo wa rudabun rudab iyo wa busrun busri waa timirta noocyaalkeedii oo dhan baa ku sugan mar alla markay timirtu yacni guduud yar ay soo bilowdo aadna aysa u wada guduudanin ee yaxya xalila busri markay wada guduudato oo yacni biseelkeedu yacni wax yar uu ka dhiman yahayna waxaa leeyahaa rudab oo ay qoyanto aad baa loo jecelyahay marka ay kaamil noqoto oo la goynayna de waaba timir marka laan oo saddexdii qaybood ee midhaha nooceediba ay ku yaallaan buu soo gooyay salka ka soo gooyay fa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi maa aradtu ma aana doonayni an taqdaca haadaa inaad laantan soo goyso alaa janayta lanaa maxaad noogu soo guri weyday min tamarihi midhihiis min tamrihi inaad noo soo gurto inaad laanta yani geedka de in la gooyo lama rabay inuu mar kasta midho bixiyaa la rabaa laanta inaad noo soo goyso maana jeclayn anugu inaad midhaha un keliya nooga soo gurto ayaan jeclaa buu yidhi qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah axbabtu waxaan jeclaaday antaa kule inaad cunto min tamrihi wa rudabihi wa busri inaad midhihiisa kala doordoorato oo timirta haddaad rabto haddaad rudabka rabto haddaad busriga rabto midkaa rabta inaad cunto saasaan jeclaaday oon laanta usoo gooyey gebigeedaram qaala wuxuu yidhi wala adbaxanna laka aylane laanta waxaan kugu soo gooyey horta waa sidaas inaad midhaheeda kala doordoorato aadna ku sugtaan oo martiqaadka uu samaynayay uu doonayaa inay kusii sugaan yacni midhahan iska sii cunaan oy xoogaa gaajada iskaga sii reebaan wala adbaxanna laka aylane waana kuu gowracaya waan kuu loogayaa buu rasuulka ilaahay waan kuu loogaya qaala wuxuu yidhi nabigu in dabaxta haddaad wax gowracayso falaa tadbaxanna daa labanin neef irmaana iska ilaali buuri neef irmaana ha gowracin iska ilaali faakada abu ayuuba weliba xadiidta waxaa ku soo horortay xadiidka bukhaariga markii uu timirtii usoo hordhigay buu mididiisa intuu qaatay isagoon hadli buu mididiisa listay wey markuu arkay dee inuu diyaar yahay yuu nabigu wuxuu yidhi iska ilaali iyaaka walxaluub oo midda caanaha la iska ilaali neef caana leh ha gowracin faakada abu ayuuba wuxuu qaatay faakada abu ayuuba wuxuu soo qabtay jadyan buu soo qabtay orgi buu soo qabtay oo fadabaxa uu gowracay orgi weyn buu intuu soo qabtay ayuu meesha ku gowracay uma qaala liimra'ati xaaskiisiibi wuxuu u yidhi icjinii cajiinkaaga qoosh oo wakhbizii lanaa kibista noo yani boobsii cajiin intaad qoosto noo dub oo yacni waayo kibis noo dub wey wa anti aclamu waad ogtahay aada baad u taqaanaa bilkhabzi kibista waad yani sida loo duba mufaha iyo kibista aada baad u dubi taqaanaa yacni intaad cajiinka qoosto yacni boobsii oo yacni dub waay anigana orgigan karinaya oon ka gaarsiinaya wey ay hawsha guriga waa laysla qabanaya marxaba uma akhada wuu qaaday abu ayuub nisfa aljadyi orgiga niskiibuu qaaday oo fadabakha wuu kariyey wa camada ilaa nisfihi thaani niskii labaadna wuu qasdayo fashawaahu wuu solay laba qaybood buu hilibkii ka soo dhigayo midna wuu kariyey nis buu kariyey oo maraq u yeelay oo uu kariyey midna yacni wuu dubay oo si fiican buu intuu foorneeyey buu si fiican usoo dubay wey falamaa nadija markuu bislaaday adacaamu dacaamkii markuu bislaaday oo wa wudica bayna yadayi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga hortiisa lasoo dhigay iyo wasaaxibahi labadiisii saaxib akhada rasuulu rasuulku waa qaaday qidcatan oo min aljadi qayb hilibkii ka mid a ayuu nabigu qaaday
ووضعها في رغيف كبسنا يعني يكر ساري انتو هلب كحبين وين كسو قاده ايو يعني مو فيه ماشي يا لي وقيب وكر ساري ساق وقبتي. وقال وحي للنبي يا أبا أيوب أبا أيوب بادر بهذه القدعة إلى فاطمة انت انقاضوا وحدو جيسا فاطمة أوجي فاطمة بنت رسول الله فاطمة الزهراء فإنها أيضا لم تصب مينهل مثل هذا منذ أيام أيام يعني انتظروا كلمين عنين دباهبة يعني ذلك كجرتوه وحب الله معنا يقريها لك عنا مالي وحب النفط اللي وعليه مركب مدد دير يعني هيلب كان يوحان اسكور صار ما يسان أرقية بل انت أرقية بل هيلب كان عنده انت كلي مركب سيع عنين والنبي عليه الصلاة والسلام لبدي تساحي وبكر يعني عمر أي مركب عنين فلما أكلوا مركب عنين وهو شبعوا أي درقين قال النبي وحيه صلى الله عليه وسلم خبز يو لحم يو تمر يو بصر يو رضب أيو النبي دعام كما أنت لو مرتق هذا اللي أيو مركا النبي تريي وحيه وكبس يهلب مفئي يعني مرق كرسا روي آيه تمر نوعية هذه ودن تمر يو بصر يو رضب ودمعد عيناه النبي قال لبدي سين دوت با الميسي ثم قال وحيه والذي معبود بانقر راسي نفسي نفتي بيده يكسو غنطاي إن هذا كان هو النعيم نعمدي وي الذي كاسو تسألون عنه الذي ويدين يوم القيام ولا تسألون عن النعيم سو إلهي مورن مركا النعمد الذي ويدين يا واتوان نعمد إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيام نعمد الذي سؤال يوي قولي نباد يعني قاعد لهرجل ويدين وتكلصوا بحذين مركز عن نعمة إلهي إذن سيفر فإذا أصبتم حداد هشان مثل هذا النعمة نوكله وفضربتم بأيديكم فيه قعمه نأد جلزان فقولوا لها بسم الله فإذا شبعتم مركز دركتان فقولوا لها إرهبا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل سيدا رهو الحمد لله إلهي بام هدله الذي إلهه سهو أشبعنا ندرجي وأنعم علينا نون نمعيه فأفضل زيادي نمعدي سلو زيادي ثم نهض الرسول الرسول كواكع صلوات الله وسلامه عليه وقال وحؤير لأبي أيوب وحؤير ائتنا غدا برين نائمو أبو أيوب برين نائمو أيو نبي فيه وكان عليه الصلاة والسلام نبي وحوها لا يصنع مدأن سمين لا يصنع مد أسمين له أسجى أحد نحد معروفا وناك إلا أحب النبي وحوج على أن يجازيه إنه أبا المري عليه قف الله قفك وناك أسمين النبي إنه أبا الجذاء مجعل يا من أحسن إليكم فكافئوه بوي النبي وناك إنك يعني إدين سمين أباك توما يعني هو أبا الجذاء فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له واحد هو أبا الجد قف كهداه إن أدعى دعاء هذا أبا الجد نغني سوا مركب النبي وجع على قفك وأنا قصة مين هو أبا الجد لكن أبا أيوب لم يسمع موسى مغل ذلك هذا لكن النبي يقول نائمو موسى مغلين فقال له عمر باو حوير رضوان الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك وحق أمر يا أن تأتيه إن أضطك أئمة تقدم بري يا أبا أيوب أبا أيوب والنبي وحكوا لي يا سوء مما غشوا حكوا لي يا بري نائمو ساسو نيوك أمري فقال أبو أيوب وحير سمعا وضاعة للرسول الله رسولك إلهي مقل إيا أدعيد بأسوك ناتيوه وانو إيمان يا بري فلما كان الغد بريد مركي لقاري ذهب أبو أيوب واتق إلى النبي عليه الصلاة والسلام نبي أيوب آذي فأعداه النبي حسوسي أبو أيوب وليدة جاريت بو نبي سوسي وقبر أدونه وي جاريت داسو آهيت كان دهاتي تقدمه من نبي أخد ميس وقال له وحو نبي قيري أبو أيوب استوصي بها خيرا خير أدر دارا قبر داسو ونا كل رغن يا أبا أيوب أبا أيوب فإنا أنه لم نرى ما نعرق منا حق هذا إلا خيرا خير ما يوحك لكم ما نعرق ما داما عندنا انت إن لجوكتي قفوا ناكسن ويعني أهل خير أيه أهيدون كو أرغن انت إن لجوكتي ده خير أدر دارا قاضوا قبر داسو عاد أبو أيوب صلى الله إلى بيتي قريس ومعه معي سنة الوليدة يعني جارية دي بوطا قبر خادمة ده فلما رأى دا مركي أرغت أم أيوب
أم أيوب مركي أرقتي قبدي قال وحي تري لمن هذه يا إسكالي يعني أدونتان يا إسكالي يا أبا أيوب قال وحي يري لنا أنا قال منحنا وحي نسوسي إياها أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال ونبي قال نسوسي فقال وحي تري أعدم به من مانح وأكرم بها من منحة بيت أعدم به محاكوين وإن بدنا بيتي من مانح مد وحب حيه وأكرم بها محاكا ونكسن أيدنا من منحة وحلى إسيسية وعديانا أيدا أو ونكسن. فقال وحو يري أبو أيوب وقد أوصانا بها خيرا نبي وحو نودر دارمي قبضا إنان خير أدر دارنون وأمره خير أدر دارمي. فقالت وحيتري قبضي أم أيوب هيك وكيف نسمع بها محان كسمينا حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هادو ير نبي وخير أدر دار ما جبر داس وخير أسمايا حان كسمينا سئام وصيدي يدر دارن كنبي قفلن وح خير كه ونعكسن مناسب كه كسمين كرنو يعني در دارن كنبي أنو كفلن كرنا محي. فقال وحو ير أبو أيوب والله بان كدرتي لا أجد هل مايو لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي در دارن كيسي بها جبر ويجل در دار ما خيرا وح كخير بدل من أن أعتقها إنن حرين وحان دردارن كنبي وكفلين كرا خير دردارن بويري إنان حرايب. فقالت وحيتري هديت إلى الصواب وأم أيوب حاسكي سوي هديت إلى الصواب صواب كان لقوها نونية حقي فأنت أدو موفق باتين خير كالوافجي ثم اعتقها أبو أيوب قبل وحري. هذه بعض صور حياة أبي أيوب أبي أيوب نولشي سي يعني تصاله ذي تلمان تذي قار كم دوي الأنصاري في سلمه مركو يعني في سلمه في حال سلمه مركو يعني نبت قليد وهاي واحد قال لي وسكجر جانب كأن تقال كاهين مركي لغفيريو تاريخ ذي سيقار كم دوي يتس. فلو أتيح لك هذه فرصة لغوصي أن تقف إنا دستاكتو على بعض صور حياته نولشي سي يعني قار كمدا ويفي يعني في حربه دقاله سي لرأيت عجبا وحياب لا أركي ساو هذا جانب ككلي جهاد كيسيو يعني يعني دقاله سي أتفير سنة وحلا ياب لا أركي. فلقد عاش وحن ولا أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته فقد عاش ده وحن ولا أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا حال يهمد دولان أنكجر حتى قيل إلى اللي يرادو إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون إنه أسوء لم يتخلف ولقي كما هرين وكما دمرين عن غزوة دولان غزاها المسلمون مسلمين أي دولان منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقت النبي قال لقصوا بالله إلى زمن معاوية خلافة معاوية لقصوا قال إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى دقال المسلمين تو أي بحاني الدولان أي قادين أبو أيوب هدو كم مقيا وينو متكلا أنكم مقيا سو دولان كلا جرا أم دولان كأبحى يا مي أنا أستجو الجوجو دولان بحى ولقي كمهر. وكانت وحيها آخر غزواتي دولامي ستي أدم بيسي حين وقت جهز معاوية معاوية أودياري جيشا عيدا بقيادة ابنه ويلكيسانه جامني عيدا كاس يزيد يزيد عيدا بو يعني دياري معاوية ويلكيس ومرح كقدر يزيد بن معاوية لفتح القسطنطينية باشا قسطنطينية اللي يراده إنه عيدا كافرتوي. وكان أبو أيوب حوها آن ذاك وقت قاس شيخا أضيبها طاعنا في السن يعني دأذ آد أقلي أضري يحبو وحوبة يعني كده وايو نحو الثمانين من عمره سديتا كبو قلي عمره يسوى فلم يمنعه كما من عن ذلك يعني سن قاس يدقن مداسو من أن ينوي إنه قال تحت اللواء يزيد يزيد يعني علن كيسي إنه يعني وهاس قال وجيش كيسو كم من نغضوه سقو سيدي تنجرأ يعني أنو هذا وهيال بان هاي هو انتبر بيقاي ما أصدهم وان دا داسو كما إنه من عنين إنه عيدا كم من نغضوه وأن يمخر إنه يعني إنه جيحوه أن يمخر عباب البحر بده هركه ده انه جاح وعيدن كو دوليو يعني بد با لمريا وبي با لغدبا هيد با انه يعني مرو كما اسا من عين دغنيمد اسي وي غازيا حاله يهي في سبيل الله غازيا حاله يهي يعني مد دوليو في سبيل الله الهي ودديس
لكنه أسقوا لم يمضي ميسن تجين غير قليل يعني وحير على منازلة العدو عدو الدجديسة حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال وقت يرك مسوا وريجن على منازلة العدو عدو ماشي سمرك الله تعالى أيضا كأجاره حتى مرض إلى أجرد أبو أيوب مرضا حنون بوجرد أقعده فريسية عن مواصلة القتال دقال كينو حديدية فجاء يزيد يزيد باوي مدوية وأميرك عيدا كوي ليعوده إنه صاب وغضه وسأله أسأله ألك من حاجة وحدا أما كوسونات يا أبا أيوب يعني أميرك عيدا كصاب وغضه وحيري وحن كوقة بتعداد حنون ستي وصداتاي يعني وح أدوني سوى كوقة بتمجرة فقال وحيري اقرأ أغري عني حقي أسلامة يقول سلام بوري على جنود المسلمين مسلمين تعيدا كود يقول سلام وقل لهم وحاذو ترادا يوصيكم وحيدين دردار ما يا أبو أيوبا أن توغلوا إن أدقشان في أرض العدو إلى أبعد غاية هذا عيفين أو هاسون نقنين عدو أرض دي سجل أو لأيش أودن بي سجارة حصول الله بنين أن توغلوا إن أدقشان في أرض العدو إلى أبعد غاية لأيش أودن بيس وأن تحملوهم معكم أنا قلنا إحنبارا هيجا تجينا إحنبارا هداي نفط إجاب هذا حتى إوضع ميت كي إجوا وضع هاي لأسا هيجودو جينا وأن تدفنوه إن يعني يدوجان تحت أقدامكم يعني الوجه نهاصل عند أسوار القسطنطينية بقالة القسطنطينية اللي ده أدوني سان إنها تفرتان وتكس عطان يعني صور كذي يدرب كذي بركة تكتان هل كا نهاصل يجودو جا مركا يعني هل كاسي عاد ماشي عاد كده قال الله إنسان سي عنده سين وودو بنادو ساسو مركا دردارمي والله فضة أنفاسه الطاهرة لفضة وحو مركاس توريه وحاب حي أنفاسه نفتي سي الطاهرة تونس نفتي رواك بحدي مركو إنتي استجاب جند المسلمين مسلمين تعيدا كودي وحو أقبلي للرغبة صاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صاحبك وحو دوني وابو أيوب رغبتي سوى إن لقاض أو لقدوك هالكا قسطنطيني وكروا ويحن بارين على جند العدو عدو يعني عيدا كيسي الكرة بعد الكرة وحي مركب بالله إنه ويرين أيان قالدي ويكرة بعد كرة كحن بارين إلا إجبياني كرعليان مقالدي كأروريان حتى بلقوا إلى إيقارين وأسوار القسطنطيني مقالدة قسطنطيني اللي رادو سور كيدي إلى إيقاران والحالهم أيوب يحملون أبا أيوب معهم أبا أيوبنا وي وضان أبو ميتكيس أسوأ ميتا أيو جهادك كجرا فيري ميتكيس بي وضان ومجاهد وي أي في حياته وبعد ما مأته أبو مجاهد يا أيوب ميتكيس بي الله وضان هو اللي قد قال لهم أيوب وهناك هالكاسي حفروا قدن له أسوأ قبرا وواروه فيه هالكاسي نكو أسترين رحم الله أبا أيوب أبا أيوب الله أن حريص الأنصارية فقد أبا وديدي إلا أن يموت إنه دنتم ويانه على ظهور الجيات السافنات على ظهور الجياد فرد كركودة الصافية يعني السافنات وصدح كجوج أول يعني الجياد الصافية السافنات وحلي هذا فردها وصدح كتاجن وفردها مركي للدياري تاجيهين سيد غالب كا فردو صدح بيكو يستاغانو لوق نساسه الله بيان جينيغ هوريسا الله بان اما لوق تدنبيسا كروغو قاديان مركا فردا waxaa la sidoo doob saddex ku joog ba la ilaa lagu yaqaan markay taagan yihiin oo sida u taagan yihiin oo heenseysan yihiin oo intii yaani xakamaha iyo kooraha si fiican loo dhiyo waa diyaar oo waa saddex ku joog ba la ilaa lagu baysaa asay lugta la isee waa diyaar marka uu diiday inuu ku dhinto mooyana ila ala dhuhuril jiyati safinat غازيا حاله يهي في سبيل الله أساقو غازي أو دولانك كجري هالكا نفتو كاقا بحدي فردها كوركوضا آي وسنه والحال سنه سنه جيسانا تقارب الثمانين سيديتا وقاريو سوى دادي سنة انت عرمتها يوف